ما هو المد الأحمر؟ السمك، تعالوا واشتروا السمك. أي من فعل هذا؟ لم تصرخ جيجي؟ أخبريني ما الذي يحدث؟ لا أريد بيع السمك هنا. طلبت منك أن تبيع السمك سرا. لا تصرخ هنا، هذا واضح؟ ماذا أفعل؟ حسنا، الأفضل أن نبيع السمك مبكرا. انتظر هنا وسأرى إن كان هناك أحد في الجوار. أتمنى أن يستبدل أحدهم السمك بطعام عام كامل. لن أقلق لسنة قادمة، هذا رائع. غريب، لما سقطت بهذا الشكل جيجي؟ هل هي طريقة جديدة للهبوط؟ يمكن أن يكون مشتريا جيدا. هذه طريقة الجديدة في الهبوط. هيا تلكون، نحن الطيور لا يمكن أن نسقط. أنت محقة، هذا صحيح. تسألني ماذا أفعل هنا؟ صحيح، ماذا تفعلين هنا؟ سأخبرك، أنا الآن ذاهبة لمساعدة جوجو في بيع السمك. لقد سمعت مؤخرا بأن السمك يرفع نسبة الذكاء. أنت متأكدة؟ طبعا، بيع السمك سهل، لن أخبر الآخرين. سأذهب لمساعدة جوجو، إلى اللقاء. لحظة، السمك يرفع نسبة الذكاء، سأشتري كل السمك. الذي يأكل السمك يصبح ذكيا. نعم بالطبع. أجل، وسوف يصبح عبقريا، أليس كذلك جيجي؟ نحن ذكيان لأننا نأكل السمك. هل يمكن أن تبيعاني هذا السمك؟ خسارة، ماذا سنفعل؟ السمك كله محجوز. جوجو، أهذه آخر سنة؟ نعم. إن كان الأمر هكذا، انسى يا الأمر. انتظر لحظة. أنت لطيف وتساعدنا دوما. سنعطيك كل السمك إن أمنت لنا طعاما لعام كامل. ما رأيك بهذا؟ حقا؟ حسنا، سأفعل. اتفقنا. لما ماتت الأسماك؟ لأن المد الأحمر حصل هنا. ماذا؟ ما هو المد الأحمر؟ ببساطة، المد الأحمر هو عبارة عن ظاهرة طبيعية. العوالق التي في البحر حين تجد البيئة المناخية الملائمة فإنها تنتشر وتتكاثر وتغير لون الماء. تقريبا فهمت كلامك. أليست هذه الأحياء تعتبر طعاما للسمك والقريص والأحياء البحرية معلماتي؟ إذا لماذا تعتبر مشكلة؟ السبب هو أنه عند اندلاع المد الأحمر تتكاثر بعض الطحالب البيولوجية على نحو غير عادي، وبعض الكائنات الحية للمد الأحمر تفرز المخاط وتلتصق به على السمك والقريدس والمحار وغيرها من الكائنات، فتغلق الخياشيم وتعيق التنفس وتسبب الموت اختناقا. ويتضمن المد الأحمر أيضا كائنات حية سامة، والحياة البحرية ستتعرض للتسمم بعد تناول هذه الكائنات. اعتقدت أن المخلوقات البحرية ستجد طعاما أكثر، لكن ما أسباب تكاثر وانتشار هذا العدد الكبير من العوالق؟ أولا، التلوث، مياه الصرف الصحي في المدن الصناعية والصرف الصحي المنزلي، وكذلك تصريف المياه العادمة من المزارع المحادية للساحل بشكل كبير في البحر، وتوفير الأغذية الغنية لنمو العوالق. وثانيا، الأحوال الجوية، أنه غالبا ما يحصل مع الطقس الجاف والرياح ضعيفة والتيار بطيء. عندها تكون الظروف المناخية ملائمة لتشكيل بيئة مناسبة للعوالق. إذن المد الأحمر له ارتباط بالأحوال الجوية. نعم، في الواقع الأحوال الجوية لها ارتباط بالعديد من جوانب الحياة. هيا تحرك. هيا، ما بك تحرك. إنه ماجوج وجيجي، ماذا يفعلان هنا؟ فلنذهب ونرى. هيا بسرعة، أنت بطيء هكذا. ما بك؟
جيجي وجوجو ماذا تفعلان هنا؟ دقوس نحن ننظف الشاطئ. ومتى أصبح لديكما حس المسؤولية هذا؟ نحن دائما كذلك، ألسنا كذلك؟ بالطبع. اسمعين، تنظيف سطح البحر شيء جيد، لكن يجب التعامل مع هذا السمك بحذر والتأكد ألا يأكله أحد. أظنه حي يا معلمتي. أصبح هكذا لأنه مؤكد أكل من الكائنات المسممة في المد الأحمر، وأجسامها الآن تحتوي على العديد من السموم وسوف تتسبب بتسمم من يأكلها. تسمم؟ ألو؟ تنتون فقد وعيه بعد أن أكل السمك الذي اشتراه من جيجي وجوجو. ماذا؟ خذوا تنتون للمشفى فورا. جيجي وجوجو لابد أنهما التقطا سمكة من البحر وباعاه لتنتون، لذا هربا لينجوا من العقاب. انسى الأمر، فلنذهب لنطمئن على تنتون. يجب أن ترتاح، وإياك أن تأكل أي شيء عشوائي. لكنني بخير ومعدتي لم تعد تؤلمني. هذا ما قاله الطبيب، ألا تريد أن تسمع كلام الطبيب تنتون؟ أنا لم نكن نعرف أن السمك مسموم، لا علاقة لنا بما حدث، وقررنا أن لا نأخذ منك طعام السنة المقبلة. اعتني بنفسك جيدا يا تنتون. هذان المشاكسان يريدان إلقاء اللوم الآن على الآخرين. عرفا أنهما مخطئان لذا قالا ذلك، وأيضا أرسلا لك زهورا تعبيرا عن أسفهما. زهور؟ أنا أحب الزهور والسمك أيضا. طقس جميل جو عليل فصل الربيع يا صاحبي جاء، مطر غزير ماء وفيع ها قد أتى فصل الشتاء، ثلج جليل برد شديد وندى تلألأ بالصفا، صنع البديع فله الثناء، شمس مشرقة ذهبية وسماء زرقاء نقية، أرض فوق ثراها نحيا، فاعلم يا لجمال الدنيا، وسحاب يسبح بسماء، برق رعد في الأجواء، صيف ذهب خريف جاء يستقبل فصل الشتاء، ضغط جوي وحرارة ورطوبة جو ورياح، كي تفهم كي لا تحتار، هذه عناصر المناخ. بسمة كلمة ورسمة. اللهم إني ظلمت